بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل البدء أنا لابد أن أنوه أن موضوع الفساد أو ملف الفساد كان ويجب أن يكون هو ملف وطني بامتياز. مهما اختلفنا في المواضيع السياسية وفي طريقة الخروج من الأزمة في البحرين، يجب أن يبقى ملف الفساد في البحرين ملف وطني تتكاتف كل القوى في مكافحة هذا الفساد. أنا سأتحدث عن 4 نماذج رئيسية في الفساد. طبعاً أين يكمن الفساد؟ في المواقع التي فيها الثروة. القسم الأول طبعاً لا شك هو موضوع مصروفات التسليح والتسلح ومصروفات الدفاع. لا شك هذا أهم بند التاكسز والخصومات والحسابات تحت الطاولة، عادة تكون في موضوع بيع وشراء الأسلحة. الموضوع الثاني هو موضوع الأراضي وسرقات الأراضي، ولا شك أن البحرين الأرض الواحدة تساوي وتوازن ميزانية الدولة أساساً. الموضوع الثالث هو موضوع النفط. الموضوع الرابع هو موضوع الصناعة والصناعات في البلد. هذه أمثلة، ليست الكل، ولكن هي أمثلة رئيسية في البحرين يتم السرقة فيها جهاراً نهاراً دون رادع، دون تشريع، دون مكافحة، دون جهاز يكافح الفساد. طبعاً أنا في هذه العجالة لن أتطرق إلى كل المساحات الأربع. الموضوع مصروفات الدفاع، تستطيعون يعني هذه الـ Government Defense Anti-Corruption Index موجود، تقدرون تدخلون عليه وتشوفون الملف مع البحرين لعام 2013. يعني لو تلاحظون هذا المؤشر يتحدث عن أن مرتبة البحرين هي في المرتبة E، وهي مرتبة الفساد فيها very high، عالي جداً. هم يقسمونها بالطريقة، مو بالسلب، أي دولة يقسمون وين المساحات اللي الفساد يكون فيها عالي. البحرين هي في المرحلة E، تعتبر من المراحل التي فيها الفساد أو إمكانية الفساد والسرقات فيها عالية. والسبب شنو؟ السبب أن أولاً مصروفات التسليح والتسلح تعرض في الموازنة في مجلس النواب رقم ما تدري هذا الرقم شنو تحته من هوايل. واحد. اثنين، المشتريات، حتى المشتريات المدنية لا تراقب بحجة سرية. يعني مو فقط الدبابات والمدافع والأسلحة والصواريخ، أي بيع، وهذا كان في جدل بين ديوان الرقابة المالية، ديوان الرقابة المالية يقول أن فقط المصروفات التسلح هي سرية، أما ما عدا ذلك من مشاريع في مستشفيات، في بنى تحتية، في يجب أن تراقب من قبل مجلس النواب ومن ديوان الرقابة المالية. إلى يومك عمك أصمخ، ولا أحد يعطيهم مجال يروحون يراقبون. وإحنا صار جدل عندنا لما كنا في المجلس عن موضوع ضرورة الإشراف على هذا المبلغ في ميزانة الدولة. هذا سبب رئيسي أنه لا يراقب ولا يوجد مجال لمراقبته. اثنين، أن هذا الجهاز عنده حصانة، الملك هو القائد الأعلى، والشخصيات الموجودة في الدفاع هم لا يساءلون، ما يمكن يعني أنك أنت تساءل هؤلاء. وبالتالي التقرير طويل لن أدخل فيه، لأن اليوم لن نركز على هذا الموضوع، ولكن فقط إشارة أن واحد من المساحات المهمة التي ترتفع فيها السرقات وترتفع فيها المبالغ التي تسرق هو موضوع مصروفات التسلح. ولاحظوا كل سنة الآن لما تروحون في ارتفاع 15%، لا شك في البحرين 33% من ميزانة الدولة هي للأمن. بعدين البند الثاني أو الباب الثاني هو النفط. إحنا طبعاً البحرين
بلد صغير ما عندنا نفط مثل بقية دول الخليج، ولكن احنا في حدود اكثر من 90% اليوم البلد يعتمد على النفط، وعندنا حقلين رئيسيين، حقل في البحرين وحقل في ابو سعفه. حقل ابو سعفه طبعا 150 الف برميل يوميا، يشكل في حدود 80% من الريفينيو من ايرادات الدوله، و20% من حقل البحرين. لا تقدر تراقب الحقل الموجود في السعوديه لان المبلغ فقط البحرين تحدد المشتري، وارامكو تضخ هذا النفط الى الاسم اللي ذكرته شركه البحرين بابكو، ويجيك الرصيد في وين؟ في البنك. كم من باع؟ 150 الف، اكثر المبلغ انباع بكم؟ لا توجد رقابه حقيقيه على هذا المبلغ. في كلام طويل ولكن لا توجد رقابه حقيقيه. وهذا ابعد سايت تقدرون تدخلون عليه، ريفينيو ووتش، هذا معهد متخصص في مراقبه الريفينيو والايرادات. بعد كذلك يعطيك ترتيب للبحرين، هي ترتيب 31، في الترتيب رقم 31 من اصل 58 دوله على يمينكم المؤشر الازرق، هو 31 رتبته. طبعا تقرير يعطي هم نفس السبب، تاخر البحرين. ليش؟ لصعوبه التدقيق في النفط الذي يخرج من البحرين ويباع الى الشركات. الجدول اللي امامكم يتحدث عن البوبوليشن وزياده الارتفاعات، ويتحدث عن اهم نقطه حتى ادخل في الموضوع الرئيسي. لو لاحظتوا استاذ عبد الله بيتكلم عن موضوع الفريدوم اوف انفورميشن لو، ما عندنا اصلا قرار ان تكون في حريه تداول المعلومات، عندك ارقام فقط اجماليه، ما احد يقدر. يعني انا شخصيا كنت رئيس اللجنه الماليه، واكتشفنا ان الجداول التي قدمها وزير النفط للجنه الماليه كان فيها 30 ألف برميل مقتطع، ودق وروح ودق 40 ألف برميل، إلى أن ضبطت الأرقام بحيث طيب ما في آلية، ما في جهاز عندك، ديوان رقابة على يمينك تطلب منا أن يتحقق من هذه الأرقام. وبالتالي هذه المساحة أيضا، وهي التقرير تقدرون ترجعون له وتشوفون تقرير عن البحرين وتفاصيله. أنا لن أدخل في هاتين المساحتين بالتفصيل، لكن فقط أريد أن أعطي تصور عنها. بتوقف عند موضوع سرقات الأراضي لأنه هو موضوع خطير في البحرين، وطرحناه في 2010 وإلى اليوم لم يتم إرجاع ولا عقار واحد من العقارات الحساسة. بعطي إطلالة للتذكير، ترى ما زال ملف الأراضي وما زالت السرقات مستمرة، ليست فقط الأراضي التي عرضناها في عام 2010، أنا ما زلت أعمل على الموضوع وما زالت هناك أراضي تسرق، وسأعطي بعض النماذج في هذه الليلة مع بقية الأراضي التي لم يتغير فيها شيء. هذه وقفة لملف الأراضي. هذه مدينة المحرق، مدينة إسكانية مساحتها 5.5 كيلومتر مربع، طبعا فقط 2.6 هو اللي سووه بعض المشاريع، والباقي سرق وصار في هبات. ولما تحدثنا مع وزارة المالية ووزارة العدل جهاز المساحة والتسجيل العقاري اعترفوا بأن هناك هبات سيتم إعادة على بصيغة قانونية تعديلها بصورة قانونية، لكن من يدري تمت أو لم تتم. والأجهل ولا هذا مشروع ثاني في بحرين بي، مشروع استثماري في شمال المنامة، مساحة 11.4 كيلومتر مربع، طبعا اللي فيه الآن فور سيزن هوتل، وفي بحرين بي وأركبيتا خلف الفاينانشال هاربر. هذا بعد لم يحدث فيه أي تغيير. عندنا مشروع إسكاني شمال كرانة، وهذا يقع بين زاوية الرؤية وبين المدينة الشمالية، هذا المشروع مساحته 9 كيلومتر مربع، يعني لا يقل عن 30 ألف وحدة سكنية. الواحد يقدر يدخل كرانة
يقدر يدخل قرية كرانة ويشوف الناس شلون يعيشون في صناديق وفي يعني متكدسين في أسر، يمكن 4-5-6 عوائل في بيت، وبعد كاتبين في البطاقة فيلا. وهذا المشروع مشروعهم سرق، والآن في مرسى السيف ونورانة طبعا بيع، وهاي اللوندري هالشكل تصير، يقتطع يسوون هبة بعدين يقسم بعدين يباع لشركات ومن شركات لشركات. هذه جزء منه مقتطع من مشروع كرانة، وهذا مشروع مقتطع من شركة ستون معروف من مالكها، وهذا التعديات على الأراضي المدينة الشمالية. يعني المدينة الشمالية لما بدأنا اللجنة قدرنا نستخرج وثيقة المدينة الشمالية، أصلا ما كان، يعني كان في 2002 وضع الحجر الأساس للمدينة الشمالية بس ما في عقار إلها، ما تعرف شنو كم مساحتها، ما تعرف كم حدودها. لما بدأنا على الأقل صار في شوية ضغط، صار طلعوا وثيقة المدينة الشمالية. طيب لما طلعوا وثيقة المدينة الشمالية بدأنا احنا نحقق ونبغى نعرف الأراضي اللي تحيط بالمدينة الشمالية لمن. يعني كما ترون اللون الأخضر واللون الأزرق المحيط بالمدينة الشمالية، عقار 60 وعقار 61، لمن لمن لمن، يعطونا أوراق وخربطونا جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن قدرنا نحصل أن هذه سجلت باسم الديوان الملكي. طيب هذه بحر، هذا لا يجوز التصرف في مياه في المياه في الأملاك العامة، ولا يسقط بالتقادم وسجلت. أنا بسرعة بعد حتى لا، طبعا هذه اعترافات رسمية من وزارة العدل، لأن هذه العقارات عقار كرانة وعقار شمالي المنامة وعقار الأراضي المحيطة بالمدينة طلعت من سجل أملاك الدولة، خلاص تم استخراجها وتوزيعها كهبات وخرجت من سجل أملاك الدولة، فلا تتكلم يقول لك عن سجل أملاك الدولة. هذا عقار شاطئ السنابس، عقار مكتوب عليه أن هذا العقار خصص ليكون ساحلاً لأهالي المنطقة، لا ما يستاهلون ساحل، فتم توزيعه. هذا لاحظوا عقار شاطئ السنابس قسم، أتصور تلاحظون الصورة يمكن تراويكم، يعني إن على الأقل هذا من شو اسمه من جوجل، فواضح فيها 7 عقارات وكل عقار مساحته مثلاً البني تقريباً 2 كيلومترين، البنفسجي 1 كيلومتر وشوية، بعدين القطع الصغيرة، وكلها لأفراد من العائلة المالكة في أهم منطقة في أهم على الساحل في السواحل يعني. وبالتالي وهي دفن على فكرة مو بحر الآن، دفن وخطط الحين ويمكن تصير عقب عمارات وتاورز. هاي جزء منها، كل عقار يراويك كم مساحته وطريقة وضعه. وهي كلها أنا ما أتكلم عن، أنا مو جايب هاي العقارات والأراضي من مكان ثاني، استخرجناها من أراضي الدولة من جهازين أساسيين لا يعرفون كيف يتعاملون كيف يتعاونون. جهاز المساحة والتسجيل العقاري هو من يصدر الوثائق، وما زلت أقول أخطر جهاز في البحرين هو جهاز المساحة والتسجيل العقاري، لأنه هو الذي يصدر الوثائق. حاسب ترى يمكن في يوم من الأيام تشوف وثيقة بيتك أعطينها واحد ثاني، لا تستغرب. يعني هاي الوثائق اللي تثبت العقار ما قبل التغيير والعقار ما بعد التغيير والأسماء التي واردة من أفراد العائلة الحاكمة موجودة فيها. هاي المدارس، مدرستين في السنابس، اللي بيروح السنابس الحين في مدرستين، مدرسة آيلة للسقوط ومدرسة مؤجرة، وهاي 3 مدارس مخصصة للمنطقة تم هبتها إلى أشخاص آخرين. هي طبعاً أبو دينار هذا المرفأ المالي، طب يعني بعد وثيقته. لأنه أنا شخصياً شوف هذه الوثائق قدمناها لوزارة المالية وقدمناها لوزارة العدل، وكنا وما زلنا على استعداد إذا رأينا هناك، يعني الحكومة لما شكلت لجنة من أجل معالجة أخطاء أملاك سجلات أملاك الدولة، أنا شخصياً تعاونت بكل أريحية وقدمت الوثائق. هذه وثيقة. طيب أنا أسأل وزارة المالية وأسأل وزارة العدل، جهاز المساحة والتسجيل العقاري،
هذا العقار مخصص ملك دولة، أين مصير هذا العقار؟ وكيف تحول من ملك عام إلى ملك خاص؟ حتى المرفأ المالي، تعالوا يا أخ تعالوا اعطونا دليل لما تقول لي تم معاوضة هذا العقار. هذا الكلام الرسمي أنا حافظنا بالنص، رد اللجنة الوزارية على التقرير أن هذا العقار تمت معاوضته بصورة قانونية، نقطة على السطر. طيب يا حبيبي أوكي، أعطني العقار اللي تمت معاوضة تعاوض هذا العقار عن أي عقار؟ طب ما في إنك تكتب نقطة هاي منطقة الاستكشافات إخوان، هذه في رفاع فيوز، منطقة بابكو، منطقة الاستكشافات، منطقة كبيرة جدا. هذه كانت أول قديما كان يعتقد أن فيها نفط وكان يتم في عملية حفر، بعدين تبين ما في فصارت تحت متابعة تحت إدارة شركة بابكو. طيب إحنا سوينا، أنا حصلت على وثائق أن هذا العقار تحول لرفاع فيوز. طيب أنا رحت طلبت من أول وزير النفط كيف تحول هذا العقار إلى شركة رفاع فيوز؟ قال ليس لدي علم. جبنا وزير المالية قال ليس لدي رد. خلاص يعني الأمر من فوق. وهذا عقار مقتطع من مدينة عوالي، عوالي مساحتها 3.5 كيلومتر، وهذا العقار مستقطع منها 580,000 ومقتطع إلى العائلة المالك الحاكمة من أجل مشروع إسكاني، يعني بعد هم يحتاجون لمشروع إسكاني. لما أقول أن العقارات، سرقة العقارات لم تتوقف، هذا واحد من الأمثلة. هذا العقار لما بعد انتهاء لجنتنا. أنا عندي عقارات وايد بس الإخوان كانوا يبغون نماذج حتى لا نأخذ الوقت، بس حتى نثبت. شوفوا هذا العقار، هذا ديار المحرق، هذا مساحته 21 كيلومتر مربع، خلف الأمواج، جزيرة أمواج، هاي الدفان اللي تشوفونه. يمكن واحد ما يتصور ترى يعني 21 كيلومتر مربع أي حجم. المحرك كلها كانت مساحتها 30 كيلومتر مربع، الحين زادت شوية الدفين مني بس 21 كيلومتر مربع مساحة الدفان ومساحة عقار ديار المحرك. تصوروا هبة، موجودة الوثيقة، هبة إلى شركة سبيل، بعد ما أعرف ليش سموها بالغلط سبيل، لو هي مقصودة سبيل إن العقار سبيل، لا والله العقار اسمه سبيل. الشركة اسمها مكتوب ترى موجود هنا يعني، بس لعب بالعقارات، لعب بالأراضي، والناس تعيش في فقر مدقع. يعني هذا واحد مدينة بأكملها، يعني ممكن تصير مدينة بأكملها. هذا العقار في 2011 وأعلنت عنه في 2012، وإلى اليوم لا ولا جواب. عمك أصمخ ويمشون يسجلون في الأراضي. أنا هذه أمثلة ونماذج إلى، بعد عندي كم دقيقة فقط، إلى ألباء الكوة، لازم أدخل ألباء الكوة إخوان. وفي واحد غلبني في التويتر، أنا كتبت 61 تويتة، وهذا الولد كل مرة أدخل وأكتب إن مثلا صار تحقيق كذا وفلان وقف في المحكمة، هو كان يكتب لي ما بجيب العبارة بس يقول مشبوزك ترجع لفلوس. ولما أمس انصدمنا كلنا لما أقفلت القضية، تذكرت هالولد هذا، كل ما أكتب تويتة يدخل علي ويقول لي مشبوزك ترجع لفلوس، وآخر شي صارت مشبوزك ترجع لفلوس. هذه ألباء الكوة، ما بدخل في تفاصيلها لأن بعضها عدتها في الندوة الشفافية. بدأت بخيط بشركة اسمها TNR، كانت تسوي تحقيقات في دبي، فاكتشفت عن طريق الصدفة أن هناك أموال تنقل من البحرين إلى خارج البحرين، إلى أمريكا ومناطق مختلفة. فهذه الشركة من دبي خاطبت وزارة المالية، ترى احنا نقدر نساعدكم، تعطونا أتعاب 25% نرجع لكم الفلوس. طبطبوا على لاحظوا هاي، طبطبوا على القضية وسكتوا. بعدين جت شركة كرول في 2006، ولي العهد شوية عند شوية قوة ذيك الأيام، شكل لجنة. شركة كرول دخلت ألبة، حققت في ألبة،
وبعدين طلعت تقرير اسمه التقرير بروجكت خيام ذي، بعد حتى الاسم سري مو بابكو. هذا التقرير هو تقريرين، تقرير في 24 وتقرير في 25. أنا حصلت على تقرير 25، ما حصلت على تقرير 24 لأن 24 سري للغاية، فما عرض، قدم للمحكمة وقدم للقيادة العليا ولم يخرج للصحافة. أنا حصلت على اللي بعده بيوم 25، بس قاعد يختصر شنو اللي موجود في تقرير التقرير السري الآخر. شنو في أهم ما فيه؟ تقرير كرول حدد المتهم الرئيسي للفساد في قلبه، وهو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة. طبعاً احنا نتكلم الآن في 2008 في الحدود، 2008 2007 2008 نهاية 2007. شنو مكتوب في التقرير السري؟ هذا الكلام اللي على الجنب هو اللي مكتوب فيه. أكثر دور الشيخ عيسى بن علي في استلام الرشاوى، احنا ارسلنا لكم في 24 ابريل 2008، وكتبنا كل على قولتنا الادله الثابته اللي تثبت ادانه الشيخ عيسى بن علي في السرقه. هاي في 2007. ترى شنو صار عقب تقرير كرول؟ سووا لجنه تحقيق بسرعه. النيابه العامه استدعت حسين العلي، خالد نور، سمك صغار يعني مو هوامير، حققوا وياهم، حققوا ويا الشيخ عيسى بن علي. شلون صار التحقيق يا الشيخ عيسى بن علي؟ طلعوا على هذا موجود تقرير، انا بعطيكم بس مختصر شنو يعني بعض الاسئله. مثلا هذا قدامكم، عرضنا على الماثل وهو الشيخ عيسى بن علي الخطاب المورخ في 21 ديسمبر 1999. شنو فيه هو؟ طبعا شنو المشكله في 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 السرقه؟ انه هو في اسماء من الشركات موقعين عقود طويله الامد وياها، وفي خصومات رشاوى منها ومقره في الجداول. هذا جدول منه او تقرير منه، والمستخرج من شبكه الحاسب الالي بشركه ألبة، والمعنون بالاتفاقات طويله الاجل لتمويل المعادن والمتضمنه اعلاه اسم حسين العلي وادناه التوقيع رئيس مجلس الإدارة الشيخ عيسى بن علي. لما راووه الشيخ عيسى بن علي شنو قال؟ سؤال، ما هو تعليقك على هذا المستند؟ أنا هذا المستند أول مرة أشاهده. بعد سؤال ثاني نفس الشيء، أعطوه بعد جداول هو موقع فيها، يقول في الحقيقة أكو مكتوب هناك، في الحقيقة هذا توقيعي صحيح بس أنا ما أتذكر شنو صاير. طيب انا معليش اقول معليش يعني خليه يصير تحقيق جدي، انا ما قاعد اقول اخذوا الانسان بلا ذنب وبلا دليل وبلا، لا يصير تحقيق جدي. صوروا اقفل التحقيق وطلع، وتم تركيب القضيه على الاثنين فقط. محمود الكوهجي قال انا ما ادري عن شركه تي ان ار لما راحت القضيه في المحكمه قضيه حسين العلي، وانكر كل هذه تقرير مال المحكمه. بعد قال ما يدري هو. هذا عبد الله سيف وزير الماليه السابق، هو قال انا ما عندي علم اصلا بهالتقرير، وهو اساسا التقرير حولوه عليه الشيخ ابراهيم الخليفه وزير الاسكان السابق في خطاب حوله الى عبد الله حسن سيف. عموما سابق لها موقف ما بدخل في تفاصيله، ولكن لما صارت قضيه الكوا يبدو أن سابق كان عندها معلومات أن في سرقات من فوق العقود، وبالتالي رفضت توقيع على العقد مال الكوا، وقالوا أن احنا هذا عقد بهالضخامة 3.6 بليون دولار ما يمكن نوقع عليه في ليلة واحدة. وفعلا هم كانوا مجتمعين ذيك الليلة للساعة 2 بالليل، واتصلوا بهم على أساس يتم التوقيع على العقد، وسابق رفضت. سابق تطرح بديل، قالت اذا انتم متوقعون روحوا وقعوا، انتم عندكم 80% احنا عندنا 20%، احنا 20% بنتصرف، احنا بنجيب المواد الخام من عندنا، انتم احسبوه. قالوا ما يصير طبعا، لازم يصير عقد واحد. فتحوا مضاريف المناقصه مالت الكوا، كان في الكوا وجلينكور، وممثل سابق كان في البحرين، والغي الاجتماع وفتحت المضاريف دون علمهم. هذه مسار التحقيق في فساد ألبة. شنو بدأ بالتي ان ار، شركة تي ان ار، بدأ بعدين بتقرير كرول،
من تقرير كرول انتقلنا إلى أول قضية، البحرين أو شركة ألبا رفعت القضية إلى المحكمة المدنية الأمريكية في 2008. بعد مباشرة رفعوا قضية ثانية ضد شركة سجد، سموها المحكمة المدنية الأمريكية الثانية. فعندنا قضيتين مرفوعتين إلى الآن في المحاكم المدنية موجودين في أمريكا. الأخضر اللي تحت إجت وزارة العدل، لما صار في فساد في أمريكا جت وزارة العدل الأمريكية قالت لا، طالما أن الشركة أمريكية الكوة والمال في أمريكا فلا بد أن يكون هناك تحقيق من قبل وزارة العدل. فطلبت وزارة العدل من المحكمة المدنية الأولى إيقاف التحقيق، ومن المحكمة المدنية الثانية إيقاف التحقيق، وقامت وزارة العدل حتى تحقق. أنا بطلع بسرعة حتى ما بعطي الأدلة، هذه الرشاوة اللي قدموها في المحاكم المدنية بالأرقام موجودة، ما بدخل فيها الوقت. هاي فارق المدفوعات، ألبا تدفع المبلغ يروح لدهدلة، دهدلة يقطع منه تقريباً 50% ويروح إلى شركة ألكوا، تقريباً في حدود 419 مليون دولار فارق المدفوعات في التسوية وصفقة. إلى اليوم شو سوت ألبا؟ راح سوت تسوية مع شركة ألكوا حتى ألكوا تطلع من على فكرة الآن شركة ألكوا مو متهمة ولا حتى في المحاكم الأمريكية. أول قضية تسقط وتصير لها حل خارج الكواليس ألكوا. ألكوا الآن مو متهمة. عقب ما صارت التسوية وعطوا ألبا 85 مليون دولار فقط بدل ما كانوا يطالبون بمليار دولار. المحكمة المدنية سجلس هذه، أنا هني بجي عند بس فقط بسرعة عند مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني. أصورتون تابعتون التقارير اللي جابتها فاينانشال تايمز، الرويترز وبقية في قضايا، بس أبقى أوقف عندها لأن هي مي واضحة حتى أختم وأترك المجال. طبعا الاس اف او بنى كل تحقيقه على وجود شاهد رئيسي هو شاهد الملك هذا بروس هول. بروس هول كان الرئيس التنفيذي السابق، لما اعتقل من استراليا وجابوه لبريطانيا محامين نصح ان يتعاون مع المحكمه حتى يخفضون حكم عليه، موجود في بريطانيا، فاعترف انه كان جزء من مؤامره سرقه ورشاوي في ألبا، وابدى استعداده ان يكون شاهد في المحكمه. وفعلا دخل بروس هول، هاي شهادة بروس هول ما بدخل في تفاصيلها، بس فيها اعتراف ان توقيع العقد لم يمر ضمن القنوات الرئيسية القانونية لمناقشة العقد. اثنين، مجلس الإدارة لم يتم، مجرد ديكور مجلس الإدارة. اقرار العقد تم من خلال الشيخ عيسى بن علي ومن فوقه، وجايب ان هناك قضايا جيرمي نوتنغهام نائب الرئيس التنفيذي السابق اللي كان من 98 لعام 2004 جاء قدم شهادته ايضا، واقر بعد ان ترسيه العقود الكبيره لا تتم عن طريق مجلس الاداره، مجلس اداره ألبا هو فقط تقني، اللي يقر العقود هو الشيخ عيسى بن علي ومن فوقه. هذه شهاده كانت محزنه صراحه الى نوتنغهام، ودى رساله الى شعب البحرين ان الفساد المستفحل هو الحقيقه المره في البحرين، لكنه الطريقه التي تدار بها الشركات التابعه للدوله. طبعا الشيخ حسن العلي نفى انه استلم رشاوى، وحتى ألوى امتنعت عن التعليق. انا ما بوقف عن شهاده محمود الكوهجي، فساد في المبيعات ما بوقف عنها. هني انا بوقف عن نقطه، شنو استراتيجيه، حتى اختم، استراتيجية الدفاع عن دحدلة؟ لأن الفساد تم قبل عام 2010، فبالتالي القانون المطبق في بريطانيا على هذه القضية هو القانون القديم الذي بدأ من 1906. هذا القانون فيه ثغرة. ما هي الثغرة؟ أنه إذا تمت هذه الرشوة بموافقة البرنسيبل صاحب الشأن أو بوكيله فلا تعتبر رشوة ولا تعتبر جريمة ولا يحاسب عليها القانون. فلذلك استراتيجية محامي الدفاع عن دحدلة أن ندخل من هالنقطة، تعالوا خلنا نثبت أن مثلا رئيس الوزراء وافق على العقد أو مجلس الإدارة وافق على العقد، فبالتالي تصير العملية أي مش بوز. هاي مو بس لي على فكرة، ليكم بعنتون، بس نقطة واحدة بس.
كلمة يعني ضار. هذه الاستراتيجية شنو اللي قدروا فيها؟ سبب انهيار القضية 3 قضايا بس أطرحها بسرعة حتى أختم، أنا طولت صراحة. أول قضية أن محامي الدفاع محامي دحدلة قدم وثائق للمحكمة بتوقيع رئيس الوزراء البحريني في مراسلته مع الشيخ عيسى بن علي، فقالوا إذا أنا ما اطلعت على الوثائق، أنا أنقل ما دار في المحكمة. رئيس الوزراء وقع، إذا الشرط تحقق أن في موافقة رئيس الوزراء على هذا الشيء. طبعا صار في جدال بينهم بين المحكمة، فهذا أول نقطة. النقطة الثانية شنو؟ وهي مهمة جدا، وهي التي يعني على قولتهم قصم الظهر البعير، هو أن ألبا كانت متعاقدة مع شركة أجن جام، شركة أمريكية للمحاماة. لما ألبا رفعت قضيتها في المحكمة المدنية الأمريكية، كانت هذه هي التي ترافع عن ألبا، الوثائق كلها عندها. الاس اف او البريطاني سوى قام تعاون مع الشركة أجن وتبادل الوثائق، ولأنهم مستوعبين القضية كامل، تقريبا معظم القضايا والاتهامات بنيت على أقوال هؤلاء. طيب أمس الثلاثاء كان المفروض أن 2 من ممثلين الشركة يشهدون في المحكمة، هربوا وصاروا على قولتهم بالضبط، كل الاتصالات كل الكونتاكس كل الفاكسز ما حصلوهم. لما هذولين ما وجدوا، هم أصحاب الأدلة، هم اللي عندهم الأدلة الإدانة إلى دحدلة، فقد الدليل الثاني. الدليل الثالث بعد شنو؟ بروس هول غير أقواله، الأقوال اللي قالها غيرها. ضيف عليها بعد قضية بعد الرابعة، أن جواد سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء أرسل رسالة إلى المحكمة، ماذا يقول فيها؟ أن نعم العقود بما فيها الرشاوة تمت موافقة عليها من قبل مجلس إدارة ألبة، وبالتالي حقق بعد الشرط اللي يبغونه دحدلة. خلاصة الكلام، السرقة تمت ولكن السارق طلع براء. هذه تقريبا يمكن بعد أن نتطرق إليها، بس الكل اللي أبغى أقوله أن الشيخ عيسى بن علي وفيكتور دحدلة وبروس هول كانوا يتحكمون في الأموال الداخلة لألبة والأموال الخارجة من ألبة حسب كل الاعترافات اللي قدمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عندي 3 نقاط بالنسبة للأسئلة اللي طرحها الأخ فاضل. أنا مع الإصلاح، لكن مع الإصلاح الجذري وليس الإصلاح السطحي. أنا مع الإصلاح الكلي وليس الإصلاح الترقيعي. إحنا نريد إصلاح حقيقي في البلد. أنا في تقديري ما وضعته المعارضة هي خارطة الطريق. إحنا محتاجين إلى حكومة وحدة وطنية، هذه حكومة ذات كفاءات وحكومة مساءلة. لأن حتى لو كانت حكومة معارضة أو حكومة وحدة وطنية لا تساءل تفسد. محتاج لحكومة تمثل أطياف الشعب، كفاءات ومساءلة. لا نختلف معك، محتاجين لبرلمان حقيقي مستقل مبني على صوت لكل مواطن يمثل جميع شرائح المواطنين، ويقدر عنده أظافر ويقدر يحاسب ويقدر يسائل. بدون حكومة مساءلة وبدون مجلس قوي يسائل، البلد تخرب. بالتالي الكلام اللي طرح الآن في كل المداخلات الموجودة اللي طرحتها الأخ فاضل اللي طرحه الأخوان، بالنسبة لنا كمعارضة صحيح، الخلل في الرأس، تحتاج إصلاح حقيقي في منظومة القوانين والتشريعات. أنا لما أتكلم عن الهبات أقول هبات لا توجد. كلمة الهبة فتش في الدستور إذا في كلمة هبة، ما في هبة، لا توجد كلمة هبة أن يحق لجلالة الملك أن يهب هذا العقار أو هذا الأرض إلى فلان وفلان. نريد إصلاح حقيقي ومبني على أسس واضحة،
في الحكومة المنتخبة والحكومة وحدة وطنية ومجلس منتخب صوت لكل مواطن. ولذلك إحنا النقاط اللي طرحناها تمييز تجنيس أملاك دولة كلها ملفات يجب أن تكون حاضرة. وأنا أقول المعارضة لا تركز على الأشخاص بقدر ما تركز على المشاريع. الأشخاص ترى تروح وتجي، يمكن اليوم هذا الشيخ وهذا المسؤول وهذا زين يروح، بس إذا البنية موجودة بدون سيستم إصلاحي حقيقي ممكن يزيدون المفسدين أكثر وأكثر. اليوم اتصل بي قبل لا أجي الندوة، بس اتصل بي مراسل فاينانشال تايمز، أنا فكرت يبغى تصريح من عندي، سألني سؤال هل صدر تصريح حكومي على قرار إلغاء محاكمة دحدلة انهيار القضية بالكامل والمبلغ مسروق من البحرين، الخسارة للبحرين، يعني من هو الرابح اليوم من هو الخسران؟ إذا كان المتهم في دحدلة والشيخ عيسى بن علي وبروس هول وكلهم طلعوا براءة، الخاسر الوحيد هو الدولة، في تصريح رسمي من الدولة؟ أقول لي لا والله، في صمت مطبق، ما أحد أصلا يتكلم عن هذا الملف في البحرين. استغرب، بلد صغير اقتصاد صغير يتحدث عن، احنا ما نتحدث ترى 65 مليون دولار، هذه الرشوة هذه ما تم توثيقها في واحدة من المعاملات. الفساد كان أكثر من 15 سنة وفي أكثر من ملف. حتى بس أختم، لا أنا أقول خلونا نكون خطابنا خطاب غير تيئيسي، خطاب بالعكس. احنا صحيح الآن لم تحصل العملية السياسية، ما زلنا في طور النضال وفي طور الكفاح، وبالتالي احنا مطالبين في هذه المرحلة بكشف الفساد، لأنك انت ما تقدر لهم تحاكم المفسدين، لكن تقدر تكشف الفساد، تقدر توثق الفساد، حتى لما تكون هناك عملية سياسية حقيقية مو لازم أنا ولا أنت ولا المعارضة الفلانية ولا الحزب الفلاني، احنا نطالب بسيستم حقيقي وبخارطة الطريق كجمعيات معارضة، نطالب بإصلاح حقيقي جذري يشتث الفساد من أصوله. والسلام عليكم. ما أدري في مداخلة بعد.